مدحوينها الجمهورية الفدرالية الصومالية مدني محمد عبد الله محمد فرماجو يا كل استجوتنا كل قاطع حرمت مدحتوي في الصومالية دنجريه دولة السودان وفدي الصومالية أو السوق مركزية يودا ما تي هوشة دنجري نما الصومالية وكهي وريها مدحوينها ومريها قاركاي مدحوينها على باش عبد الله عبدي أي فافين توركان ودياري مدن محمد عبد الله فرماجو مدحوينها جمهورية الفدرالية الصومالية أي حرمت مدحتوي وحا وقذا شرف سجوتنا وجسمي سفير كي دل كي سويدن وشوغا الصومالية دنجري مايكل لينفال وزيرك أرمه الدبادة جمهورية الفدرالية الصومالية يوسف قراد عمر عيار شيغي إن دولة دي سويدن أي صومالية دين عيب بدن كعاوسي أين لبدا دليه هي الحرير ونكسن وينا وكسمي إنت وحلكا سهي قارهان مشاريع دو كغيب قاتي ودرك سويدن وكغيب قاتي وأي كم تهي اسمها وزارة عفماتك وأي كم تهي ضيعة ترك وزارة مالية وأي كم تهي قلقار كي كي يستين حاجة أمنية قارهان بوليس كتب برديسة وحا كالو قعان كي يستين حاجة هولها السمافالك أدمن مدى يو وزارة قرشينتا وأي قعان كي يستين حاجة ان ديارنتا شغالها يو 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 هولها لقبانا يو اي قيب كمينة قعان كي يستين سيبا حاجة استاتيستيكس كا مركا ادي اد ايانو غا مهد علينيا دالك سويدن ايو دنجره دا او هل كان سفر فرعون او لبا اد ادو ولا شقين اي مدح دا قرن كسوماليا واحا كالون رنتي ربعين انحسو حرير كسويدن اي سوماليا كان حي انو يهي مد ادو قطر دير او لبا اي دالك سويدن كسو يهين او اي كتر سيهين داد سوماليا سويدشنا اه او كغيب غا تهور مركا دالكاس وأنا أنا كسامي سني السفارة وهل كهذا السفارة نعرفه في مجال ستوكهولم. دنجر مايكل لينفان وكدوا شنتي سنة على صور دافيتشو وجودها ذلك الصومالية جرهان مجال ذموت شيء صور ويحش مضي وذا شقين تو كل ميد دولة داي شعب كصومالي دوحنا أو شيء إن دولة دي سوى الصومالية كعون سوسيدي كرلو قادلها عافمات كهوية ذي نلانكا وشيء كوب حين يال العدد من سدد بيعشن مليون دولار كمريكان كاه. Simply to say from my side that waxaan si naxariis ku jirtay rabaa inaan dhankayga u ilaahdo aad bay ugu weyntahay inaan dalkan u shaqeeyo waxaan rajaynayaa horumarada aan sameeyay inay wanaagsanayeen ma dhahayo waxaan ka ficnaanayaa safiirka cusub ee Sweden u soo direys halkan waxaan filaa inuu halkaas ka sii wadi doono sidoo kale maanta waxaan daafurnay in bilaabi doona taageero cusub oo caafimaad ka hooyada iyo dhalanka ah oo ah meelaha aan dareemayno in si aad loo hormariyo tani waxa ku bixi doonta lacag dhan 8.5 milyan oo dollar Mareykanka ah loona marinayo hay'adda UNFP taas oo sidoo kale shaqeyn doonta wasaaradda caafimaadka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa danjira michael gudoonsiyay hadiyad agabka hidaha iyo dhaqanka lagu yaqaan Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaa wada dadaal ay ku xoojinaysaa wada shaqaynta beesha caalamka gaar ahaan dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya Cali Baashe Cabdullaahi Cabdi urbaahinta qaranka madaxtooyada Soomaaliya